أكو فرق بين من يذكر ومن لا يذكر. حتى الله يقول هذا الشيء، الله يقول في القرآن فاذكروني أذكركم، أذكر تذكر. هذا بي تفصيل، الذكر في مقابل الذكر، لا مجال الآن لبيان هذا التفصيل. فالإنسان إذا ذكر الإمام، الإمام يذكره. هنالك فرق بين من يطلب ومن لا يطلب، هنالك فرق بين من يقرع الباب ومن لا يقرع الباب. هل يمكن أن يكون على حد واحد؟ واحد كل يوم جمعة يتوجه إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه ويقرأ دعاء الندبة، واحد ينام إلى ساعة 11 وهو غافل عن الإمام، هل يمكن أن يكون على نسق واحد؟ معقول؟ واحد كل يوم بعد صلاة الصبح يقرأ الزيارة المذكورة في المفاتيح، كل يوم بعد صلاة الفجر هنالك زيارة أو دعاء للإمام المهدي، واحد يخاطب الإمام المهدي، يدعو للإمام المهدي، واحد أبدا مو ملتفت إلى هذه القضية، هل هما على نسق واحد؟ معقول؟ هذا الذي لا يذكر والذي يذكر سيان، مو معقول. اذكروني أذكركم. هنالك دعاء العهد، دعاء العهد يقرأ 40 صباحا وفيه ثواب عظيم مذكور في المفاتيح، راجعوا المفاتيح. من يقرأ دعاء العهد ومن لا يقرأ، هؤلاء متساوون. من يزور الإمام في كل يوم ومن لا يزور الإمام في كل يوم، هؤلاء متساوون متساويان. يوم الجمعة فيه دعاء، لأن يوم الجمعة هو يوم الإمام المهدي صلوات الله عليه. واحد كل يوم جمعة مقيد، مما ينقل عن الجد رحمة الله عليه، هذا كثير من المؤمنين أنه يوم الجمعة كان مقيد قبل الغروب، هذه ساعة جدا مباركة وعظيمة اليوم، يعني مثل هذا اليوم، وكل يوم جمعة كان يذهب إلى السطح ويدعو. واحد كل يوم جمعة يدعو، واحد كل يوم جمعة يراقب غروب الشمس في تلك اللحظة اللي بعض الشمس تكون في نطاق الأفق وبعضها قد اختفى ويدعو. واحد لا أصلا غافل، معقول هذا عند الله وعند أولياء الله يكونون على نسق واحد؟ واحد كل يوم يذهب إلى حرم العباس أو إلى حرم الحسين صلوات الله عليه، وكل يوم يطلب منهم ويدعو ويستشفع بهم إلى الله سبحانه، كل يوم يروح يطلب، وواحد أبدا ما يطلب، أبدا مو متوجه، كل نظر إلى العلل والعوامل المادية، معقول أن يكون على حد واحد؟ قطعا مو معقول.